ليه ناشد من سكان العريش اللي هم جوا على اسماعيليه هنا. احنا مشينا يعني يعتبر محدش قال لنا تهجروا، بس احنا خفنا لما لقينا القتل على الهويه. قتل الاقباط كان بالتحديد في الايام الشهر الاخير، 8 اقباط في اقل من اسبوعين. الناس كلها خافت وفضلت تيجي تنفذ، يعني تنفذ بحياتها. ما فيش مصير تاني، يا الحياه يا الموت، يا نعيش هناك نموت، يا اما اللجوء الهروب يعني هنا. هذا كل الموضوع. الناس طبعا من طلب الدولة تعويضات أو توفير المدارس والسكن للطلاب اللي هنا، عشان صعب إن احنا هنرجع تاني يعني في الظروف دي. عملية الرجوع أكيد طبعا فيها وقت طويل، الله أعلم. وفي ناس مش هترجع تاني خالص، يعني خلاص تعبت منك. 4 سنين بنعاني من الإرهاب ده. هنا الناس طبعا ما قصروش معنا، بتاعت إسماعيلية الصراحة إشقاق وكل حاجة متوفرينها، سكن ممتاز كل حاجة ممتازة. بس برضه يعني الناس نفسيتها مش هتبقى مش مرتاحة. الناس اللي عايزه تشتغل ترجع وظيفتها، اللي عايز يروح مدرسته، اللي عايز ينجز في حياته. احنا بنطالب الدوله بسرعه اتخاذ الاجراءات، يعني نشوف بس هيعملوا معانا. وكلمه رجوع العريش، اقباط العريش دلوقتي، العريش صعب جدا جدا جدا. الوضع هناك سيء كمان، بيقولوا يعني لسه في مداهمات وفي ضغط. واتمنى بس السرعه في اتخاذ الاجراءات. ماشي، هو الارهاب ده بدا ما نعرفوش هم مين جايين، منين، مصلحه مين، تبع مين، بيضربوا ويختفوا. يعني انا متهيألي الارهاب ده كان بياكل معايا، بيشرب معايا، بيضربني، ما اعرفوش مين، زي الفرن بالظبط، بيطوا بيختفوا. ما هو لو ظاهرين كان اكيد الامن هيتعامل معاهم، هم خلايا نايمه اكيد بيعملوا كده عشان الجيش ابتدى يقتحم الجبل الحلال. اكيد ده برضه ورقة ضغط على الجيش او تشتيت الامن عشان يهتموا بالاقباط وينسحبوا من هناك. اكيد يعني في مستفيد. طبعا انا عايز اقول بلاش نخلط الاوراق، ودي مش فتنه، دي حدث واحنا هنستحمل برضه، عشان احنا بنحب مصر. يعني مش مهما عملت فينا مصر برضه ما حدش يحبها كدينا. واتمنى بس الامور تهدى ونرجع بيوتنا تاني، او يعوضونا. بس اوصاف الارهابيين طبعا ناس ملسمه، ما نعرفش تبع مين الممولهم. بيخشوا على اكيد بيقولوا معاهم اسامي بالاقباط اكيد طبعا، باللي يقتلوه بياخدوا رقم تليفونه، ويعني لو قتل واحد قبط بياخدوا رقم التليفون وبيتابعوا التانيين، بيبعتوا رسائل تهديد للتانيين، امشوا لان اقتلكم. ومتعرفش اين هي تبع جهه ولا نظام ايه بالظبط. بيتلسموا وبيخشوا وعيال صغيره كمان اللي قتلت عم جمال في السوق ده، بيقولوا عيال يعني 12 سنه او 14 سنه، عيال ملسمه، بيدخلوه وبيقتلوه وبينهبوا البيوت وبيولعوا في البيوت. مش عارف ازاي بيتنقلوا بسرعه كده ومخطط. اكيد يعني في حد بيحركهم، ناس يعني مش اكيد، مش لو عيال مش هتشتغل لوحدها، في نظام وفي جماعه، في غاس مدبره طبعا للناس دي. اتمنى يعني من الامن يلحقت هذه العناصر الارهابيه دي. والشرطه يعني هي فيها كمان كثير هناك، بس ما اكيد بديها بتخترق مش عارف ولا ايه. والجيش شغال يعني الصراحه للامانه، الجيش بيشتغل شغال على طول، مداهمات وضغط وطبعا ملاحقة العناصر دي بيلحقوها. أقول للجيش والشرطة أنا عايز سينا دي منطقة عسكرية، يا ريت يتخلى منطقة عسكرية ومحاكم عسكرية فورا لملاحقة الإرهاب. مفيش تهاون، كل ما يتهاون معهم كل ما أنا عايز سينا غير يمسكها، يمسكها الجيش يكون أفضل، يعني أفضل من الداخلية. بمساعدة داخلية طبعا، بس بمحاكم عسكرية هناك فيها. أنا جاي أتعاطف مع أهالي سينا كلهم، مش بس مع المسيحيين، لأن اللي بيتقتلوا مسيحيين ومسلمين في شوارع العريش، ودي مسألة غير مقبولة على الإطلاق. يجب أن الأمن يغير طريقة المقاومة بتاعته، لأن هذه المقاومة مقاومة تقليدية ولن تحل المشاكل. لأنه دولة عظيمة كبيرة زي مصر، لما يطلع حد في شوارعها في مدينة كبيرة ويقتل الناس، ده ما حدش يقدر يستحمله أبدا. طب المدة الإقامة اللي حكموها لها قد إيه؟ الله أعلم، إحنا على أسرع ما يمكن يعني، ضروري يرجعوا. طب لو بالنسبة لو في ناس منهم يعني قالوا هم مش عايزين يرجعوا تاني؟ لا لا لا، هيرجعوا، بس بيقولوا كده لأنهم في مرحلة خوف، مرحلة مش طبيعية، لكن هيرجعوا. طب لو رسالة بتوصلها، رسالة بتوصلها عموما؟ بقول للداخلية إنها تغير المهنية، ترفع من المهنيه بتاعتها. نبيل شكر الله بسطة، مسؤول الكنيسه الانجيليه بالاسماعيليه. حقيقه من 3 ايام توجهت اسر من العريش وبدانا في استقبالهم في الكنيسه هنا. ومن خلال استقبالنا ليهم عرفنا بعض الامور اللي هم كانوا بيعانوا منها وسبب ان هم سابوا العريش ومشوا. وبدأنا بالفعل بالتعامل مع الأجهزة في إسماعيلية، المحافظة والأمن، إن احنا إزاي نأمنهم، وبدأنا إزاي نفكر في تسكينهم بسرعة من خلال المحافظة.
طب يعني بعد كده ايه اللي حصل؟ يعني لحد امتى هيتم وانا استنى انا في العريس؟ لا دي انا ما اعرفهاش. احنا دورنا ككنيسه هنا ان احنا نهتم بيهم وان احنا نسكنهم، ان احنا نراعي نفسيتهم جدا ونكون قريبين جدا من احتياجاتهم. يعني طب لو البعض منهم رفض انه يرجع العريس تاني؟ وارد ده يحصل طبعا، لكن زي ما بقول لك الدور بتاعنا احنا بنقدمه دلوقتي وبنعمله، دي اول خطوه. لكن احنا ما بنفكرش في خطوات تانية قبل الخطوه الاولى، واحنا لسه ما خلصناش الخطوه الاولى. جيت من العريس من سوهاج على سوهاج، ومن سوهاج دي تلداي، لقيت سجاد قد نقعد عند حد ولا حد يحملني. ديت لداي بلغوني امبارح قالوا لي بيتك اتحرق. طب هنعمل ايه؟ ايه اللي هنعمله؟ اهو اتحرق البيت، ايه نعمله؟ ما معرفش نعمل ايه، اديني قاعد مدندن وبس. ربنا كبير يسوع المسيح معاني، سكلي كان نصيب سير بموسي من حي الصفا بدوار الكنيسي. هنقول ايه؟ طب هو ايه اللي بيحصل هناك بالظبط في العريش؟ نعم؟ ايه اللي بيحصل هناك في العريش بالظبط؟ العريش ان ثلاث بيوت حرقوا، بيتي انا وبيتين ثاني، مش عارف فين الثانيين. بلغتني واحده مسلمه كنت سائل عندها شويه حاجات، قالت لي البيت اتحرق وسكون من الليل. فانا قاعد مدندن على كده ما عرفت نعمل ايه. ايه اللي هنعمله بس؟ عرفت نعمل ايه؟ يسوع المسيح كبير، هو يعمل كل شيء. هو يعمل كل شيء.